ها شنو قطعتوا المقيق؟ مال الحياة جارية راي، اللي يقف فيها يموت. وطور انتقلوا للبومبة. واو على ايه؟ الناس الكل 10 بومبات باستثناء سي فؤاد. يا حماديك يا كابتن ندخل على روحي. باستثناء سي فؤاد 20 بومبة. هيا هيا باش نبدا نحسب. هيا سي عبد الدايب. هيا سي عدلي الرملة. هيا حرك. هيا سي فؤاد كمل. 11 12 هيا 13 14 15 16 رملة كمل البومبات على رجلك. هيا 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 حرك. هيا امشي. 16 17 18 19 20 صحيت. هيا دونك لا سيونس دوجوردي ترميني. غدويك ان شاء الله ننتقلوا الى تمارين اصعب شويه. هاي سيدي يا سيدي كل حد منكم تفضل. سيدي انا قسما عظما كان نزيد درج اخر انا ما نموت. كيف انت؟ انا متوفي عندي درج. لا انا حراره الروح طالعه. لا من هنا الغدوه تو ترتاحوا. هيا في ايديكم ربع ساعه باش تدوشوا ومن بعد تهبطوا وتقراوا الفاتحة على سي محسن ولا قمر. هيا حرك يا كابتن. تمشي نكملوا نزعفوا من هنا للزلازة نقراوا الفاتحة غادي ونديريكت. هيا سي فؤاد. هيا ادخلوا. هيا 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 رملة. امشي تكبر وتنسى تكبر وتنسى. امشي يا مينة يا مينة يا مينة. شوية شوية. والله سلام عليكم كابتن يفرح بيكم. صدموا علي حومة. والله كنت نشوفها المكلة في الوقت وعلم جاري القومة. بس تساوي النومة كابتن توجه كابتن هاوته كابتن توجه كابتن هاوته كابتن هاوته كابتن هاوته دار الزرق شوية مندرق. حسب الله على رحمته. حسب الله على رحمته. حسب الله على رحمته. حسب الله على رحمته. شي 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 شكون شكون؟ طونطون ماشي كمل مع شمعه وشي وعلى يكيبك وعلى اسمع ارمي القاتله وعمل روحك مريضه في حاله ما كانش راهو يهبطك بعد الوقت ده براسك راهو بيهمنيش. نسريه احضر الفطوره. اي عندك بيه سي عبد المجيد. اي باهي. يا سكينه هوني شو قمت بالفرشة اليوم؟ اي يا سي عبد المجيد خرجتها من البيت بالسيف. قلت خليها تجي بحدايا هنا للكوجينه منها تونسني ومنها يسيها من الرقده في الفرش يا ولدي. وتوا اش تحس في روحك؟ لا اليوم لا 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 حاله تيح بتيح بتيح بت ما نحكي لكش. اسمع والدوخه 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 والدوخه. اي عندي 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 دوخه وكا مفاصلي كلها تسطر تسطر توجع ونحس هكا في دقه زايده في القلب
ويدي اليسار تنمل 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 وعيني عيني يا طونطو عيني. حاجة عادية هذه بعد اللي صار عليك الكل. توقد وتربي من هنا الغدو تصبح لباس. ملا هكا باش تحط في البرنامج متاعك غدو باش تنضم للمجموعة وباش تعمل معنا حصة رياضية. هكا منك تدور دمك ومنك تتعالك الدقة الزايدة. عايش يا طونطو لا يقطعك لا يضحيك يا طونطو يعيش. تستاهل ريت روحك ريت قلت لك ما تخرجش من بيتك هنا اما انت راسك صحيح هكاك برا سلكها معاه دبر راسك انا روح. يا مينة يا مينة فقرات يا مينة مشاو الفقرات مشاو مشاو سافا شنو سافا نهبلو. اي اي سامحني ما كنتش تشوف العرض البرا ما تستعملوني برا تفقد راجلك قطر له وذكره في الشهادة وعليو هيا تذكير للناس كل ربع ساعة فقط وماكم تعرفوا الباقي يا عبد وين وين باش نمشي يا رملة ماك تشوف الامبوتياج. اسمع امينه قسما هذا من كان تيح لا شدك راه امانك يا عمدو تسيبني في الدروج تحبني نموت امان هزني كان ما تنجمش تهزني كركرني بيه كركرني بيه انا كركرني يا بنتي وانا هزني حتى نهز روحي الساعه سيس على ساقيك وكهو. اسمعني وينو الجراند كار نتاع البارح سقت عليك الخير. يا اخي مش قلت لي جيمناستيك 6 سنين في الشعبه نكذب نفلم. كابتن الميدان تشوف التقطيق وتشوف الفلاق يا شتي روحك خليني كلمت بنتك كلمت ايش تفهمتوا فهمنا وعليا تو شكون باش يجيبها بربي انا ما تقلقوش رواحكم تو نجيبها انا كي قدر عليا ربي تقلقش روحك بابا تو مدوش مد الحوايج ونهبط نجيبها انا. في الحاله هذه يا ذنوبي كانت نجم تمشي من الصالة حتى لبيتك. با دبروا روسكم. اي ظهري هاكا هاو نقصين احنا اش تقصد؟ ما نقصد حتى شيء يمشي مشيتك امشي شد روحك. اي هيا اي 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 انفاصلي 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 تعرف يا رملة؟ انا توا تعبير مجازي متاع راجل كما قلبوك الرجوليه مشيت اندثرت. هذا الكل على دورتين وعشرة بومبات 15 اي والخمسه الاخرين زيدهم على حسابي يا من عاشنا على الحساب. ما تعرف انا اللي موقف لي مخي المشهد السريالي هذا اللي عايشين فيه بوك بوك يا شبيه بابا ماهوش عادي بالعربي ماهوش نورمال من شيره كموش يده ما يتحل كان كي يغسلها ومن شيره خلص في الكلينيك والطبيب والدويات للسكينه. مالا كيفاش قلت لي مازلت ما تعرفوش بابا؟ علاش نظريه نسبيه متاع اينشتاين هو شو انا هاني ماشي ندوش وانت اقعد مدد الاربعه لين يجيك الكابتن. ربي يسامح. اي 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 ظهري يا امين يا امين قومي يهديك ربي اللي عمل لنا كابتن حكايه. معاش النجم يا عبدو يعمل حكايه يعمل مرقه بطاطا يعمل مرمز يعمل اللي يحب انا معاش نجم مت بالتعب. اسمع النب عليك انا راني متحمل مسؤوليه وراني صبير كان يسالني نقول له ما حبش تهبط. قل قل له روريها الطرشكو اشنو باش يهبطني بالزيفة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يا بنتي أخي تكتب في جبل خالتك الفاتحة اللوطة ميشروني معاش النجم يا عبد معاش النجم تفهموها كل كي واحد يبرك الجمل. البؤساء لا دواء لهم إلا الأمل. ها 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 ها
قداش باش تقعد مخبي؟ لقد ظهر الحق وزهق الباطل، ان الباطل كان زهوقا. صار انت هكا وتقول لي بطال؟ منين بطال؟ وبنتي في بالها؟ اليوم اطلق، اليوم اطلق، اليوم اليوم اطلق، اليوم بنتي اطلق اليوم. تعاون نوريك انت هكا سارة يا كابتن. دقيقة نفسر الرز. طلعت الرز يا رملة، يا رملة كابتن لحمة بريجيت بردو يا رملة. لا لا ما ماتتش، هاي قاعدة تصول وتجول في دارنا. يا كابتن دقيقة نفسر. انا كابتن، انت تجي نسيب الكابتن، انت تجي نسيب الكابتن. فهمني بالغلط، فهمني بالغلط. شو اللي فهمك بالغلط؟ ليش كنت تخرج عليا من الدار؟ لحظة فسر لك يا كابتن دقيقة. شو اللي تفسر؟ اي فسر فسر، شو اللي تفسر؟ انا كنت ندوش. اي كي جيت خارج ما لقيت ما نلبس، نلقى كبدو باروز هذي متاع رملة لبستها. هكا؟ ها؟ شنو هي القلته اللي بينسقيك هذي؟ يا كابتن خاطر والله غلط فيا، والله غلط فيا. القلته هذيك شنو هي اللي بينسقيك؟ شنو هي؟ تونا مسحها بيا، تونا مسحها. تمسحها كابتن. باهي لحظة اسمعني اسمعني باهي دقيقة برك يا كابتن. باهي كان ما خلطش مبدل دبشي نورمال، نقرا الفاتحة هكا نغز مات العورة سافا مستورة. ستون بيان، جاء وقت الفاتحة. هاو باش نقرا عليك الفاتحة هوني واللوطة. برا ما قدام، برا التتا النسرية تعطيك الكاب دو بام تاعي لكحل فيسا. ربي قدر الخير برا يا أمينة. من فمك الرب يا عبد. شوية خشوع من فضلكم. إلا رملة سراج الكوينو عنده ثلاث دقائق تأخير. حوجي بابا يطلع شي ميت. وش هو أصفر قبيلة راه؟ بتي أنا ميت متاعك وجونا كل أصفر. أسكت أسكت يعني. الفاتحة. سمحوني على التأخير يا جماعة، سمحوني. أربع دقائق تأخير يا كابتن. مو في بالك كنت نغسل في الكبد باه، قلت نعمل طهرة كبرى فرد مرة نقرأ بها الفاتحة. سمحوني يا استقيموا يرحمكم الله. كابتن سمحني مرة أخرى، الفاتحة سر ولا جهر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اسكت اسكت، سر 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 سر. وشو صدموها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ولا الضالين آمين. الله يرحمهم ويرحم جميع المؤمنين. الله يرحمهم. طنطون أما نجم نقعد ولا نعبط عليه توخى من الوقفة مثل تمثرة؟ ورأس بنتي ما عاد من مازال. بلاي سامحوني يا جماعة، حبيت نعلمكم اللي راهو صار تغيير طفيف في البرنامج الجديد متاعنا، وتو نعلمكم به في الإبان. ربي يقدر الخير يا عبدو. إن شاء الله إن شاء الله ما فما كان الخير. شوفوا الساعة أولا وبالذات نحب أنا نعذر منكم، نقول لكم من كل قلبي سامحوني، لأنه في الحصة التدريبية اليوم شخصياً قمت بوفوات كبيرة، ما كنتش في المستوى المعهود متاعي، ولهذا الحصة التدريبية اليوم نعتبروها فهمتني حصة لاغية. أولاً ساعة بيداغوجياً غلط، في طريقة الخطاب متاعي لكم غلط، المكان غلط، ولهذا نعذر منكم صراحة. وبهذه المناسبة نعلمكم اللي الحصة متاع غدويكا تم إلغاؤها. يعيشك طنطون يعيشك. يا كابتن كابتن بالله تحكي بجدك ولا تفادلك؟ لا 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 بجدي. من الخبير يفرح، تعرف على الفازة باش نقرا الفاتحة مرتين ومعها جزء عام. أما علاش نحي فيها حصة سبور؟ لا نقصد معناتها هيك تولي مريرة في الشهر. باهي سبور، شنو باهي سبور؟ هذا إذا قعدت حي سي فؤاد،
خاطر الكلام تاعي موجه للناس اللي ان شاء الله يقعدوا حيين، وان شاء الله تكون منهم انت. امين. باهي سيدي، ولهذا كما قلت لكم تم الغاء الحصه نتاع غدوه وتعويضها بحصه تدريبيه جبليه. هكاك عندنا اكثر اكسجين واكثر تركيز، وهكا نبدا وحدنا معناتها من غير ما هكا نهربوا شويه على العينين نتاع الجيران لنا الى اخره. ايه شوف احسن ما عملت سي عبد المجيد، احسن ما عملت. ولهذا شوف القمان غدويك اقراوا حسابكم باش يكون نص ساعه فهمتني قبل الموعد المعود. فاهمين؟ يعطيك الصحه يا كابتن، برا ربي يبارك لك يا كابتن. يا مورينيو كابتن دقيقة بركة. تفضل. بالله الجمعية هذه الكل. أي. كيفاش باش تهزنا الحصة جبلية؟ شنو باش تعمل؟ باش تكري لنا الكارم تاع ليسبيرونس؟ سؤال وجيه يعطيك الصحة، هذه نسيتها ما قلت لهمش. ما هو عندي صديق أنا تاجر أغنام. عنده استافات فهمت يخدم عليها باش نركب فيها المجموعة الكل ونقصدوا ربي، وما فيهم أنت. فاهمين؟ أه. أي يا سيدي في ديكم الناس الكل ربع ساعة باش تحضروا للفطور. يا مين تعبت كريتها دارنا. ما زلت بكريتهاش؟ ما تكريهاش، ما نروح بيا، روح بيا. هيك هو اللي هنا بسرسيري نهز مرايتي نعيش معها في الكاف نتاع دار الثقافة بن رشيق، وكمنها نحضر المسرحية ومنها نقرا الفاتحة على وزارة الشؤون الثقافية. يا رب شبيك ما قاش تفطر مع الجماعة؟ الفطور عاد احضر يا اخي، بشد ابوك باش يهبطنا لكل الجبل. ما كنتش تسمع فيه؟ بابا يعلم ما هوش يشاور. لا 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 عاد ياسر هكا انفس لي بيه. صحيح هو يرحم والديه مسكننا عنده ومن جرته ربحين حق الكراء، اما يظهر لي باش رجعوه ثاني يوم ثالث، واللي باش خبيه فلوس باش نصرفوه دويات عنده الطبه على الانفاس وضيق انفس والفده. اسمع اسمع، ما عادش تقول لي اسمع على خاطر انا نسمع فيك. بور المومو ما عندنا حتى حل، خاطر هو شرط واحنا قبلنا. لا 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 انت قبلت وانا تبعته، اون بلوس ما نحسبهاش هكا. راهو اسمعني هاني نقولك، انا راهو ما ساعدني. اه رجعنا اللي بينها يبيدها، ما يساعدنيش ما عادش ساعدني. مش قلنا هدرة تقصد؟ يا عزيزي ما عجبتك حالتنا هكا؟ انا عجبتني تهبل محلاها، نحس في روحي ريشه طاير. شي الفلوس هذو؟ حق ليسونس مش مش يجيب بنتك؟ اي مش بوك باش يجيبها؟ كي تلقى صاحبك عسل يا عسل. قادمين وقيل على ايام سوده. او يا عمي انت بربي مانيش ناقصين. عنده الحق سي عبد الدين، بوك يا رمله امبريفيزيبل، راه خيالو واسع. نسمع فيه قال لك عندي صاحبي تاجر اغنام ولا شنو، عنده استافات باش يهزنا في استافات للجبل، معناتها انا نطلع نلقى رعيف في الشعامبي كفو غرزه مع كتيبه عقبه بنو نافع هك. سي عبد الدين كلام خويا فؤاد صحيح. راهو اسمع على ذكر الشعامبي، انا قبيله من التعب غلطت مرتين في الفاتحه، ان شاء الله ربي يسامحني. مرحبا. انا الحق خايفه لا يهبطني معاكم للجبل، الحقيقه عندي امل ما يعملهاش، ما زلت مريضه راهو. تتسخفوا هذاك ما بدكش وحدك العشيه ايتود. هاي يا جماعه هاي شنو احوالكم؟ الحمد لله الحمد لله مريقلين سيدي. والله الله يرحم والديك، تعرف حسيت روحي هكا كلي تنعوشت شويه. باهي راهو الواحد ساعه ساعه يحرك الدم. حتى انا زاد حركت الدم، الدم تحركني بالقدام القدام. نحس في روحي صغرت 10 سنين. ما زلت مش صغار يا الامينه صدقني. يا كابتن انا عندي هنا كلمه جيش الصباط ضاربني، راني نهرول معاك للصباح، هرول 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 هرول. وماك تعرف عندي الفتح وديسبونسي انا غالب. اما تعرف في العدو الريفي انتير تيرا. اه يا باهي جم ربي قلت لي اتاو مالا غدويكا نعملوا لك حصه خاصه بك انت في الجبل. ها
طالع هابط في العدو الريفي احسن تمرين في الجبل. ها سي عادلي وانت اش تحس في روحك؟ الحق الحق انا تعرف قطعتني التاكسي اما نحس في روحي صغرت شويه كيما مرت عمي اختي امينه نقصت 10 سنين حتى انا. هي وين طونطون ما زلت نحس روحي مليده تعبه تعبه تعبه. لا لاباس وراس بنتي لاباس من هنا العشيه تولي تطنطن في فورمه. ها وان شاء الله غدويك هاكا باش تنضم للتشكيله الاساسيه نتاعنا. ها فوالا مرحبا. باهي سيدي يعطيكم الصحه على كل حال. انا اولا قبل ما ناكلوا حبيت نذكركم بمدونه السلوك في الدار هذه داكوردو في النظام الجديد نتاعنا. وحبيت نركز على نقطه الهندام توني كوريكت يا كابتن. التوني كوريكت هنا في الدار هذا التوني كوريكت اجباري على الناس كل. شنو يا كابتن مش لبسنا كنوب؟ اي علاش لا؟ شوفوا اكل التنتيل هذاك وكل التشليك وكل دز تخطف وسايب الماء على البطيخ ومحسوب يا اخي انا في الدار تشكون رانا احنا شكون مشي رانا ولا مشي عقلنا في الشيطان ما يا نافر يا اخي ماشي لفرنسا احنا تكب كب حاجه على راسك تحط منشفه ولا بطانيه تلبس قندوره وتتلكها بصباع ولا بمتر تي ها واسمع تي ها في الدوره هو يا اخي فهمت نو جاه ربي عليك بتقول لا يا سي عبد الدايم كيفاش كنا عايشين احنا قول الحقيقه هاني مدور وجهي يا تي الوالده الله يرحمها الوالده تي كانت مش تبعثنا بنتي حتى طرف خبز مش نشريوه ولا قرطاس حمص ولا لا نحطوا الحطه الناس كل تكا ولا صحيح هيا رانا واحد براني ما عرفناش يقول جد علينا كنا ولاد شكون هالهموم هذوما ولا هكا ولا يا كابتن هاد نولي الولاد الكل نلبسوا سموكين ونسي لبسهم رب سواري وكاو اي بروكو با يا رزه ايش عايش بنتي عاود اي لا 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 اقعد عايش بنتي اقعد 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 خلينا نمشي انا ابريتو انتم ضياف بحذانا شنو ضياف يطلعش باش يطردنا من الدار اسمعوني انا الحنان هذايا فوجئي مانيش مرتاح له أنا نقول لكم فما حاجة باش تصير قلبي ما قايل لي خير. قلت لكمش أين رو إحساسي ما يكذبش وقيل قادمين على أيام أسود من قرن الخروب. ها؟ ريت ريت يا عبدو حتى الشتاء ما حبتش تصب من عمايلنا هذيك. مالا شنو أنت شنو رايك؟ شنو رايي؟ دوروها سقوا يا أمينة بجاه ربي بجاه محمد اسكت اسكت. إيه إيه شنو؟ وهز هذي ولا نقشر العظم زعما تيزي يا نسرية بلا تقشرون من العظم طول أكلي مازال طول نقشرون من العظم مستنسين في سبرنا هكايا نقشرون من العظم شلون باش نعملوا له ماخر كل حد يقشر عظمته على روحه وكا هو به أما زعما الفطور يززيهم والله والله يضحك أنت يا بنتي رانا محضرين لهم سفرة بن عياد إي شوف شو فما زيت فما زيت فما الخبز المبشمت فما القهوة هكولا فما العظم وشو فما الآخر الخامسة شنية الطماطم ليك هاو خمسة صنية فراو على الطاولة شبيك دايخة اي 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 والله زيهم شبعوا ولا دبر روسهم اي اي يا سيدي تفضلوا اي زيد فضلك سيدي بيكم ها يا سيدي اليوم انا والمجدة نسرية قررنا باش نعملوا لكم فطور ملوكي ها اي عايشك عايشك صحة سيدي صحة اي اي شنو المناسبه يقولوا لهم ها بالعين قولوا لهم غدوه ان شاء الله ها تي يقرب يا نسيه اي وين ماشيه كمل نجيب الفطور تي هذايا نهار مشكل نهار تقول راهو ان شاء الله بعد حصه التدريب في الجبل غدوه الا نسيه ان شاء الله فهمتي لا ناوية تقدم استقالتها من الاعمال المنزليه ان شاء الله فهمتي اي وباش تحال على المعاش وانا شخصيا اللي باش نصح لها في الاستقاله نتاعها هذيا ها وان شاء الله باش تسلم المشعل للشباب ها وشكا وشكا برا جيب لنا عاد الطبق الرئيسي عاد برا ملوكي ملوكي من غير تعبير مجازي
يا اخويا محلاها اللمه العائليه ها مشكسي فؤاد. تعرف العائله هي الاساس راهو. الله لا يفرط لنا عائله. قولوا امين امين. ولا شنو رايك سي عبد الدايم؟ والله عندك الحق سيدي. انا بدي اللمه هذه ذكرتني يا حسره بايامات رمضان وقت اللي كان بابا يرحمه لمنا كلها مع بعضنا ونفقوا فطرنا فوق الطاوله هذه بالذات. بالضبط بالضبط يعطيك الصحه. هاي تفضلوا سيدي. هيا هالطماطم حط غديك حط. اش بيها الطماطم سيدي؟ لا لا ما بيها حد شيء يا كابتن. عز الغله الطماطم. تعرف الامريكان يضربوا الطماطم على الخوي. رملة هم قاعدت هذيك هو باهي سيدي. الطماطم هذيك هي الطبق الرئيسي والماجده ماهيش راجعه للكوجينه. هاي تفضلوا. هاي سيدي حق الحق نمو تاع الطماطم. شفتكم حسستوني باش نعملوا صلاة مسيحية على الطماطم يا جماعة. والله تو كونت فيا رملة. والله تعرف من الأول معناتها الحقيقة ما كان نستمصتو ياسر دوب ما عرفتو وتويك بشوية بشوية هكا بديت راجلك ضامر عنده هكا لحسة نتاع ضمار يذكرني فك اسمه بالله المصري. أنت تعرف سي عبد الدايم هكا المصري هذاك اليوموريست فهو كي جوكي يعمل كل شيء. تي سي اسمه على التاتوش كلام جميل وكلام معسول شوكوكو يذكرني في شوكوكو سيبري. بفضلك يا كابتن ربي يخليك ان شاء الله نكون عند حسن الظن. ايوه يا جماعه بسم الله عاد هيا مدوا ايديكم. هاي كل حد عنده الحق في كعب عظم في قشرة واحدة بطبيعة الحال. واشترى كعبة طماطم وزيت افولونتي تنجموا تاكلوا قد ما تحبوا خاصة سكينة مريضة كانت. هي عايشك طنطو هذه زيت السنين؟ لا مع الأسف هذاك الزيت نتاع عام الأول وزيت السنين باش ناكلوه عام الجاي إن شاء الله. أحسن ما عملت يا كابتن هكاك باش الزيت يعطر البرا كيكه ما ياكلوه كان ما يبدا معطق الزيت. ايه قشر لك والطماطم. الطماطم راه يردوا بالكم بالله سامحوني سامحوني دقيقه مزروبين على الماكله فهمتي. حط غاد الكعبت كي نتكلم بالكلام وماكله. حبيت بركة ملاحظه على الطماطم. الطماطم حبيت نقول لكم اللي ما يعرفش راهي غنيه بالفيتامينات يا البي 9 يا البي 5 يا البي 3 يا البي 2 راهو شيء كبير ياسر الطماطم وزيد لي كالوري ها لي كالوري 15 كالوري برك حتى بالنسبه للنساء اللي خايفه لا تسمن 15 كالوري دونك متنين وتغذي مليح هذا بخاف الفيتامين سي. كابتن فما فيتامين سي تو شنو هي فيتامين الرخص مش موجود في الخضار الاخرى. قلت لك ضامر راجلك. شو عايش ولدي شوف كي تشد كعبه الطماطم تعطيها قدرها هي تعطيك قدرك. انت في السحن تبدا منوره تبارك الله تغزر لها تغزر لك خاصة تبدا الغزره بحنانها تهزها تمسحها فهمتني وتتوكل على ربي وتجي تحطها في فمك هكا وك الجو يبدا فهمتني ملاف شفايفك ولسانيك ولسانك ويوصل للحلق نتاعك ويهبط للجسم من داخل فهمتني وتولي فهمتني لا على كل خد ورده مش كيما توا وجهك اصفر وعينيك محوقي. ها وعندك الصنف الثاني نتاع المستهلكين اللي عندهم علاقه كيفك انت هكا بالفن المسرحي خاصه طماطم عندها علاقه بالفن المسرحي. كيفاه؟ ايوه مش نقول كذا مثلا سيادتك تعمل روايه ماستر لاستا ما فيها ما يتشاف أصحابك اللي كيفك اللي عندهم احتقار للطماطم يدخلوا شنادق معاهم ويبدأوا يستناوا في الفرصة وقتها يبدأوا شلاف طاف على خليقتك اشتراف اشتراف على خليقتك فهمتني ها؟ مش عندها دور الطماطم زادة؟ عندها يا كابتن عندها سيدي بارك الله فيكم فهمتي تو غدويك بشوية بشوية كل مرة نجبدوا فهمتي لا نوع من الخضر ونحكيوا عليه الفلفل فهمتي البصل فهمتي. أوه البصل وسيدي الفم البصل فهمتي يا كابتن سامحوني وي لالا اهلا بك شنو احوالك؟ هاي اي باهي باهي اموره صاحبته ها يا مهلا
هه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